قال في مسند احمد رحمه الله حدثنا سفيان عن ايوب عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال اشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى قبل الخطبه في العيد ثم خطب فراى انه لم يسمع النساء فاتاهن فذكرهن ووعظهن وامرهن بالصدقه فجعلت المراه تلقي الخرص والخاتم والشيء. نعم هذا اسناد صحيح شط الشيخين عطاء ابن ابي رباح والحديث خرجه الشافعي والحميدي وابن ابي شيبه والدارمي ومسلم وابن ماجه والنسائي والبيهقي والبغوي من طريق سفيان بن عيينة بهذا الاسناد. وخرج مسلم وابو داود وابن خزيمه من طريق حماد بن زيد وابو داود من طريق عبد الوارث كلام عن ايوب به ايضا في المسند احمد. والحديث هنا جاء فيه بان النبي صلى الله عليه وسلم صلى قبل الخطبه، وقد في ان السنه ان يصلي قبل الخطبه، وكان الامويين غيروا وابتدعوا وجعلوا الخطبه قبله الصلاه للناس لما كانوا يجلسون له، ولمن الناس ما كانوا يجلسون من لانه كانوا يسبون عليا فما كانوا يسمعون له. شوف 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 الزب عن اعراض الاخيار وهم لا الامور سبوهم تركوهم ما يسمعون له، فابتدعوا هذا البدع انهم يخطبون ثم يصلون، هذه بدعه من بدع الامويين. فصلى الإنسان قبل الخطبة ثم خطب وهو خطبتان على الرجح الصحيح، فرأى غلب على ظني أنه لم يسمع النساء فذهب فوعظهن وذكرهن، فيها دلالة على تخصيص النساء بيوم للتدريس، فأتهن الإنسان فذكرهن وخطب فيهن وعظهن، فيها تخصيص النساء بيوم درس، كما قالت امرأة من ست نساء قالت الرجال أخذوك منا يا رسول الله اجعل لنا يوما فجعل لهن يوما في هذا الباب. وهنا فيها دلالة أنه باشر التعليم والوعظ في هذا الباب، لذلك لو جلس في محاضرة أو كان الإمام يحاضر أو غير ذلك هذا 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 فيه دلالة على جواز ذلك ولا نتكلف. وإن كان يعني يقولون في الفواصل أو الستائر أو الفصل يعني من باب حس مادة وسد ذريعة لفساد الزمان هذه تدور مع مقاصد الشريعة حيث دارت. وفيها أيضا أمرهن بالصدقة فالمرأة تلقي الخرصة والخاتم، فيها دلالة أن المرأة ذمة مالية مستقلة وأن المرأة لها أن تتصرف في مالية بغير إذن زوجها، والحديث اللي جاء لا حل المرأة لولا من أخر أن تنفق مالها إلى بعد إذن زوجها حديث ضعيف، وإن صح أنه على الكمال صح على أنه على الكمال لا على الوجوب، لأن المرأة كانت تلقي بالخواتيم والقرط والأساور ولا ينكر عليها النبي صلى الله عليه وسلم. وفيها فضل الصدقة لأن سلم أمرهن بالصدقة، فضل مستنبطة جواز تخصيص التدريس للنساء، الصدقات من أفضل الطاعات. في الحديث قالوا تكون أكثر أهل النار، ففيها أيضا التصريح بخطر ما يكون عليه المرء حتى يعتبر لذلك عبرة ويسارع في الخير. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم، ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم، رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم، وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم.